بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم جميعا وأشكركم على حضوركم، وأفتتح حفلنا هذا بالآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وخير الناس أنفعهم للناس. لذلك من باب قل للمحسن أن أحسن وللمسيء أساء، وجزاء الإحسان بالإحسان. فنحن جماعة الغنامي، وتقديرا منا لما قدموه هؤلاء الأخوة والأبناء من تعب وتحمل مشقة وجهد قل نظيره لتنظيف بلدتنا القديح الحبيبة، قررنا أن نشارك في تكريم هذه الذلة المباركة ولو بشيء بسيط، وهو دعوتهم لهذا المحفل المبارك، لنعبر لهم عن شكرنا وتقديرنا لهم على ما بذلوه لخدمة بلدهم وأهله. لذلك واختصارا للوقت، نفتتح حفلنا هذا بكلمة ممثل جماعة الغنامي الأستاذ عبد الأمير العصفور أبو كميل، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرحب بكم جميعا وأشكركم على حضوركم، وأفتتح حفلنا هذا بالآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وخير الناس أنفعهم للناس. لذلك من باب قل للمحسن أن أحسن وللمسيء أساء، وجزاء الإحسان بالإحسان. فنحن جماعة الغنامي، وتقديرا منا لما قدموه هؤلاء الأخوة والأبناء من تعب وتحمل مشقة وجهد قل نظيره لتنظيف بلدتنا القديح الحبيبة، قررنا أن نشارك في تكريم هذه الثلة المباركة ولو بشيء بسيط، وهو دعوتهم لهذا المحفل المبارك، لنعبر لهم عن شكرنا وتقديرنا لهم على ما بذلوا. والآن جاء دور تكريم ممثل مبادرة المهندس علي كريم اليوسف، ليتسلم الدرع التذكاري من يد منظم الحفل الأستاذ سعيد الحميدي، فليتفضل يا أبو حسن. صلوا على محمد وآل محمد. وصلي وسلم على محمد وآل محمد. وين صحفيها؟ حسن أحمد لحد أعلى صورة. وين الإعلام؟ هذي بيصورني وياك من اللي يا الله يحفظكم ان شاء الله. اسالكم الدعاء يا الله في امان الله. حياكم الله. صلي في محل ثاني صاحب. لا لا بس هالاسبوعين مطار وبريدات بعد ما في فرق. الاسبوع اللي راح كله برد. بعد نجيب سياره يا ابو محمد. صحة زينة ملي. اللهم لك الحمد. ما تقرأ هنا في البيت ولا شيء عندك هنا في بيتك هنا في المجلس؟ يعني قطعت
بس لحالك يعني يمكن تقول كم بيت لحالك ما تقول؟ ما تقول. الله يعطيك الصحة والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله. صلوات ربي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى درجات، وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذا كنت تبغي رتبة وفضيلة فوالي لطه عترة وعشيرة، فقد قال محيي الدين فيه عقيدة: رأيت ولائي آل طه فريضة. على رغم أهل البعد يورثني القربى. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فلازم حماهم واتخذ عندهم يدا، ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ومحبتهم والبراءة من أعدائهم. فلازم حماهم واتخذ عندهم يدا، فإن لهم يوم القيامة سؤددا. ولا تعبأ بالمبطلين أولي الردى، فما جعل المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا محمد، محمد وآل محمد. صلى على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي عليه وسلم وسلم عليه. صلوات ربي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية والسلامة وطول العمر. سيما من تشرفنا بزيارته العم الكبير أبو هاشم، اللهم من عليه وعلى جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات. أبو هاشم الخضر، اللهم من عليه بالشفاء والصحة وطول العمر برحمتك يا أرحم الراحمين. وبفضل وبركات الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وآل محمد. أعطاك الله العافية سيدنا، طول الله عمرك. كم المهر على هواك؟ 5000. الولد هني، الولد هني. السيد عليك اليوم ديسكاونت، خصم اليوم. يمكن شوف 15 هي. اي بس 20. لكن زين من الحزام محول. رجاي من الركبان للقدم. اعصاب خذوا لي صوت. الله الله ثمرك. والله والله الحمد لله. اللي عالج كل دكتور اعصابه ولا فيديو العظام عادي عادي. إذا كنت دمار عضلات ولا أعصاب. في تصل.
لا الدكتور عفوا اخوي شو ان شاء الله عندك المره دكتور انا باجي منها يا ان شاء الله طارق يا اخر شيء هذا سنه ما عرف ما عرف انت القائد انا اخر شيء يا الله يا الله ابو حسين يلا يلا زي واحده مصور مصور اقول له يقول مستعجل اقول له دقيقه واحده محل وش وديك ها باقي عندنا واحد يستنونا عندهم خبر اي خلاص احنا مشينا على للروحه محل ما ادري اوصل يا صاحبي رجل عربي ما بغيت بالعكس احنا بلك عليك يا رسول الله يا محمد محمد وآلي محمد صلى على محمد علي بن أبي طالب ربي أصلي وسلم عليه صلوات ربي عليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد بعث الإله محمدا بالروح كان مؤيدا يهدي الأنام مسددا صلوا عليه مجددا اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد طهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر والله لما برى خلقان فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد علي محمد صلوات صل على محمد علي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ومن على جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية والسلامة وطول العمر لا سيما العم العزيز أبو علي اللهم من عليه بالشفاء والصحة والعافية وطول العمر برحمتك يا أرحم الراحمين وببركات الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم